لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو الوصايا العشر لمن أراد الفوز بالشهر. هذه وصايا نافعة بإذن الله تعالى، أريد منها نفع نفسي وإياكم بأسباب الفوز بجائزة هذا الشهر العظيم من خلال هذه الوصايا التي نذكرها على مسامعكم كعناوين، ونضيف إلى ذلك جملة مختصرة شديدة الاختصار على كل عنوان منها كنوع من التوضيح. ولكن قبل أن نسرد هذه الوصايا العشر، لا بد أن نبين ما هي الجائزة وما هو المقصود بجائزة الشهر. والجواب عباد الله أن جائزة الشهر هي تحقيق التقوى، أي حصول التقوى لك، فإنك إن حصل وحصلت لك التقوى تكون بذلك قد فزت بهذا الشهر العظيم، لأن التقوى هي الغاية التي من أجلها شرع الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختمت آيات الصيام بالتنبيه على ذلك، فقال الله عز وجل في ختام آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا من المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أردت أن يتقبل الله عز وجل صيامك وقيامك ودعاءك وصدقتك وسائر الأعمال في هذا الشهر الكريم، فعليك أن تحقق الشرط وهو حصول التقوى لعلكم تتقون. وهذه الجائزة العظمى، فإنه إن حصلت التقوى كنت من المقبولين، وإن لم تحصل نسأل الله العفو والعافية كنت من المردودين، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك كانت هذه الوصايا لأجل أن نسعى من خلالها في أسباب تحصيل التقوى. ونبدأ أول ذلك فنقول إن أول هذه الوصايا والتي لا بد أن تأتي في مقدمة كل وصية هي تأكيد التوبة والمداومة عليها. فأنت إذا أردت أن تفوز برمضان لا بد أن تؤكد توبتك قبل دخول رمضان، وأن تداوم عليها طوال الشهر لتكون لك سبيلا بعد ذلك. فرمضان عباد الله هو شهر التوبة الأعظم، فنحن مأمورون بالتوبة في كل وقت وفي كل زمان. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وبين سبحانه وتعالى أن الذي لا يتوب من الذنوب ظالم، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لكن تتأكد التوبة مع دخول رمضان، فأشر الناس وأخسر الناس وأحمق الناس الذي يدخل عليه رمضان ولا يتوب من ذنوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك رمضان فخرج ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أحمق الناس، الذي جاءه موسم التوبة الأعظم ومع ذلك لا يزال مصرا على الذنوب، لا يزال مصرا على ارتكاب المعاصي. وإني في خلال هذا العنوان وهذه الجملة لا أستطيع أن أتكلم عن موضوع التوبة بتفصيل، لكن في إشارة
إياك أن تظن أنت صاحب اللحية والالتزام بالسمت السني أنك معافى من ذلك، وأن ذلك يعني معنى به أصحاب مشاهدات الأفلام والذنوب والسجائر وكذا ونحو ذلك. لا والله، إن أمراض القلوب التي نعانيها أكثر من غيرنا لهي أفسد على الإنسان من هذه الذنوب الظاهرة التي ربما ننظر إلى عامة الناس من خلالها ونقول هم أصحاب الذنوب، ما نحن فنحن أصحاب التزام ونحو ذلك. لا والله، إن كثيرا من الأمراض التي يعانيها كثير من المتدينين هي شر من أسوأ الذنوب التي يعانيها كثير من عامة الناس في الذنوب الظاهرة. ولذلك هذه فرصة لأجل أن نتوب من هذه وتلك. والذنوب عباد الله كالقذورات في البيوت إن صح التعبير، فمن منا الذي يرضى إذا جاءه ضيف عزيز على قلبه أن يستقبله على هذا النحو؟ يعني هب أنك تنتظر ضيفا عزيزا على قلبك سيحل بدارك بعد يومين بإذن الله، ودارك مليئة بالأوساخ والقاذورات، فأي عاقل هذا الذي يفعل ذلك؟ كل العقلاء إذا كانوا ينتظرون ضيفا عزيزا على قلوبهم يزورهم في بيوتهم تراهم ينظفون البيوت ويطهرونها قبل حلول هذا الضيف وقبل دخوله إلى بيوتهم. فأين نحن عباد الله والذنوب في قلوبنا وبجوارحنا أشد من القاذورات التي تأنف منها الأنوف؟ ولذلك فإننا لابد لنا قبل دخول رمضان أن نتطهر ونطهر بيوتنا قلوبنا جوارحنا، لابد أن نحاول في تطهير ذلك لأجل أن نستقبل هذا الضيف وقد تطهرنا وقد نظفنا قلوبنا وبيوتنا من هذه الأقدار التي تعكر علينا بعد ذلك التعامل مع هذا الضيف. فإنه لو حل بنا ودخل إلى بيوتنا ولا تزال القاذورات والأوساخ تحيط بنا من كل مكان لكان ذلك من أعظم الأسباب في تعكير العمل طوال الشهر. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. وأما الوصية الثانية فهي صيانة الجوارح ولا سيما اللسان، فإن من أعظم الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها أن نصون جوارحنا في هذا الشهر العظيم، لا سيما اللسان الذي هو من أعظم أسباب هلاك الإنسان. وكثير منا ربما يصوم ويجد المشقة والتعب من جراء الجوع والعطش ويمتنع عن الأكل والشرب لأن ذلك هو حكم الصيام الظاهر، ولا يمتنع عن مفسدات الصيام المعنوية. لا نقول مفسدات الصيام الظاهرة، إنما هي مفسدات معنوية، أي تذهب بالأجور، أي يظل الإنسان يومه كله جائعا عطشانا، لكنه في آخر اليوم ربما يلف هذا الصيام في وجهه ويضرب به ويقال له رد عليك صيامك. لماذا؟ لأنه صيام بلا أجر. لماذا؟ لأنه أفسد هذا الصوم بإطلاق جوارحه، وأنها ترك لها العنان ترتع في كل مكان. فاللسان منطلق يرتع، والعين والأذن وغير ذلك. وليس الصيام عباد الله شرع لأجل ذلك، لم يشرع الصيام لأجل أن نجوع ونعطش، إنما شرع الصيام لتحقيق غاية عظيمة من هذا الجوع والعطش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الصيام أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب فقط، إنما حقيقة الصيام أن يصوم أو أن تصوم جوارحه عن المحرمات. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع
والعطش. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صائم يأتي آخر اليوم لا أجر له، إنما جاع وعطش طوال اليوم، أين ذهب الأجر؟ ذهب مع إطلاق الجوارح التي أطلقت في ذلك. وأقول وأكرر، فإن كثيرا منا ربما يظن أن هذا معني به اللي بيتفرجوا على المسلسلات والأفلام وكذا ونحو ذلك، وهم داخلون بالقطع، لكن إياك أن تعافي نفسك، لا سيما أصحاب السمت الديني ونحو ذلك. إحنا بنتفرجش على الأفلام ولا بنشوف مسلسلات ولا كذا. أقول وأعيد مرة أخرى، إن هذه الجوارح أحيانا تطلق فيما هو أشر من مثل هذا، وكلنا يعلم ذلك. ولكن في عبارة مختصرة شديدة أقول لك، احذر خصومات الشبكة العنكبوتية وما تحمله هذه الشبكة التي جاءت بالشر الشديد على كثير منا. وأقول لك كذلك، احذر الخصومات المعنوية التي تفسد علينا كثيرا من أحوالنا. ولذلك ليس الصيام من اللغو والرفث، من الأكل عن الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللغو، واللغو عباد الله كما يعرفه العلماء هو كل ما لا فائدة فيه. انظر، ليس المحرم، إنما اللغو هو كل ما لا فائدة فيه، ربما يكون قريب من المباح لكن لا فائدة فيه. فهذا ليس هو المقصود في الصوم، إنما الصيام عن اللغو والرفث. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد أو شاتمه كمثال فليقل إني صائم. ولذلك أنصح نفسي وإياكم، ونسأل الله الإعانة، أن يجعل الواحد منا شعاره في رمضان إني صائم. تذكر عبارة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، تذكرها كل ساعة وأنت في رمضان، إني صائم، أي أنا أتخلق بأخلاق الصائمين. وأما الوصية الثالثة فهي التفرغ للعبادة، أي الانقطاع عن أعمال الدنيا لعمل الآخرة. موسم رمضان عباد الله موسم لا يأتي إلا مرة في العام، ولا يتكرر إلا مرة واحدة في العام، وهذا الموسم هو أعظم موسم لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الموسم هو كسوق سينعقد بعد أيام قليلة إن شاء الله، سينعقد هذا السوق بين تجار الآخرة يتنافسون فيه، فأين أنت من هؤلاء؟ نعم، كلنا عندنا من الالتزامات الدنيوية والسعي في الأرزاق ونحو ذلك، لكن نقول ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فتفرغ وتوقف عن أعمال الدنيا وتفرغ لسوق الآخرة في هذا الشهر. وليس ذلك بالعجب والله، فربما يعجب بعضنا ويقول أخذ أجازة شهر وأقعد شهر رمضان ما اشتغلش. أقول إننا نفعل ذلك فيما هو أدنى من ذلك، والأمثال كثيرة. أضرب مثالا واحدا كالاستعداد للامتحانات مثلا، إن كثيرا من الناس تراه إذا كان عنده شهادة، دكتوراه، ماجستير، كذا نحو ذا، يتفرغ ويأخذ أجازة لأجل أن عنده هدف كبير، فما بالك بأعظم الأهداف. هذا موسم العبادة الأعظم، السوق الذي سيتنافس فيه تجار الآخرة مع ربهم، يعرضون كل منهم سلعتهم وبضاعتهم لربهم طوال الشهر. يا رب اقبل، لأجل أن يقبل الله منهم هذه البضاعة التي جاءوا بها. ولذلك إذا أردت أن تعيش رمضان مختلفا عن كل رمضانات قد مرت، تفرغ وانقطع عن أعمال الدنيا لعمل الآخرة وجرب ذلك. والأرزاق على الله سبحانه وتعالى مع السعي في الأسباب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك.
وفي رواية قال ملأت صدرك شغلا، ملأت يدك شغلا، أي جعلت يدك مليئة بالأشغال والوظائف والأعمال والمال، لكن يظل فقيرا مع كل هذا السعي. لماذا؟ لأنه لم يتفرغ لعبادة الله. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل، لكن في جملة، فالتفرغ على نوعين: تفرغ حسي وتفرغ معنوي. فاجمع بين هذين تفوز برمضان على أعظم ما يكون. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا تركت له شيئا عوضك الله عز وجل أعظم منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيبارك الله عز وجل في رزقك القليل الذي ادخرته لرمضان، سيبارك الله عز وجل فيما أنت أعددته لرمضان ولو كان قليلا. إذا كانت هذه النية، وهي أن تتفرغ لعبادة الله حسا ومعنا. وعلى كل حال، فإن تعذر علينا أن نتفرغ الشهر فلا يفوتك أن تتفرغ العشر. إن فاتك أن تتفرغ للعبادة شهرا فلا يفوتك أن تتفرغ عشرا، هي العشر الأخيرة في رمضان، وسيبارك الله عز وجل لك في رزقك. وأما الوصية الرابعة فهي ختم القرآن مرة على الأقل، أي عليك أن تختم القرآن في رمضان مرة على الأقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش القرآن عامه كله، بل وصفوه أنه كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم على الأرض، لكن إذا كان رمضان احتفى بالقرآن أكثر من سائر العام، حتى أن جبريل كان يشاركه ذلك، فينزل جبريل في رمضان فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة. هذه عرضة مخصوصة، عرضة قرآن مخصوصة. فإن استطعت أن تفعل ذلك، أن يكون لك عرضة للقرآن في رمضان مرة في العام غير صلاتك وقيامك، فافعل. وإن استطعت أن تزيد على ذلك فكل ذلك لك، وكل ذلك عند ربك. فرمضان هو شهر القرآن، أي أننا في سائر العام مأمورون بتلاوة وتدبر والعمل بالقرآن، لكن رمضان يزداد ذلك فيه تأكيدا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بما جاء في القرآن من إشارة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا شهر القرآن. إذن لابد لك أن تحتفل أنت كذلك بهذا الشهر، أن تجعل القرآن صاحبا لك. ولذلك اعلم أن الفوز والنجاح في رمضان من أعظم أسبابه أن تعتني بالقرآن في رمضان تلاوة وتدبرا وصلاة وقياما. ولذلك عليك بأن تختم القرآن في رمضان على الأقل مرة. وكثير منا عباد الله ربما لا يختمه إلا كل رمضان، فهذه فرصتك. والسلف رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يولي القرآن اهتماما عظيما، حتى أنه يشتد فيه اشتدادا عظيما، فكان في رمضان يختم القرآن مرتين في اليوم وليس في الشهر. وربما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. العلماء بعضهم يجيب على ذلك بأن هذا زمن مخصوص يخرج عن ذلك. ولذا كان الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم مرة، أو العكس، كان عثمان يختمه مرة والشافعي يختمه مرتين. وكان الإمام الزهري رحمه الله المحدث كان إذا دخل رمضان امتنع عن التحديث وأوقف دروس التحديث، ويقول: إنما رمضان لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. فاحتفي أنت كذلك بالقرآن، وليكن المصحف هو صاحبك الأوحد في رمضان، فقم وجهز مصحفك
واجعله صاحبك ورفيقك في كل حركة وسكنة. وننصح باستعمال المصحف الورقي، فإنه هو الذي يقال له مصحف، وأما استعمال القرآن المكتوب في الهواتف فلا يطلق عليه مصحف. لكن إن تعذر فلا بأس، لكن اجتهد أن تكون قراءتك من المصحف الورقي، فهذا الذي يأخذ أحكام المصحف الفقهية. وأما الوصية الخامسة فهي المحافظة على صلاة القيام. شهر رمضان هو شهر القيام الأعظم. نحن في سائر العام مأمورون أن نعتني بالقيام وأن نصلي القيام، لكن إذا كان رمضان تأكد ذلك أكثر من سائر العام. لماذا؟ لأن رمضان هو شهر القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان اشتد في القيام وزاد عن سائر العام، وإذا دخلت العشر زاد أكثر، فكان لا ينام أبدا في العشر صلى الله عليه وسلم في ليله. ولذلك القيام عباد الله فرصة عظيمة من فرص التعبد في رمضان، فلا تضيع هذه الفرصة، واحرص على آدائها في جماعة. أي نعم، احرص على أداء القيام ما استطعت في جماعة، فإن ذلك أفضل من صلاتك لها وحدك. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت إذا صليت مع إمامك القيام في جماعة كتب لك الليلة كاملة، أنك قمتها لله عز وجل. وهذا يدل على فضل صلاتها في جماعة، فضلا عما تضفيه الجماعة في رمضان على المسلمين من إيمانيات، وتضفيه على المسلمين من اجتماع ونحو ذلك. خرج علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يومئذ أول ليلة من رمضان، فنظر فوجد المساجد قد ازدهرت بالقناديل، وكتاب الله عز وجل يتلى في المحاريب، فرفع صوته رضي الله عنه وقال: نور الله لك في قبرك يا ابن الخطاب، كما نورت مساجد المسلمين بكتاب الله وبالقرآن. فصلاة التراويح والقيام تضفي على المسلمين إيمانيات عظيمة، فلا تضيع. وإياك واحذر الأسباب التي تضعف ذلك فضلا عن تضييعه. ومن هذه الأسباب إشارة فقط للحصر: طلب التخفيف. فإن البعض يسعى في طلب التخفيف، فأي تخفيف في هذه الصلاة التي لا تكون إلا مرة واحدة في العام؟ أي تخفيف في صلاة هي مخصوصة برمضان وهي صلاة القيام وقيام الليل؟ فالبعض يسعى لطلب التخفيف، وأنت الذي يفوتك الفضل ويفوتك الأجر. إنما طلب التخفيف هذا يقال في الفرائض ونحو ذلك. وكذلك أيضا من صور ذلك الزيارات العائلية والأسرية التي يضيع معها أحيانا بعض الأيام من صلاة التراويح عند البعض نتيجة كثرة الزيارات وتضييع ربما الساعات التي تضيع ربما صلاة القيام والتراويح. ومن ذلك أيضا التنقل بين المساجد، كما هو حال بعض إخواننا، فإنك تراه يتنقل في رمضان بين المساجد يبحث عن حسن الصوت، وهذا كرهه العلماء وذمه العلماء. وإنما الذي يطلب هو تدبر القرآن، ولا مانع من طلب حسن الصوت فالزمه. أما أن يظل الإنسان يدور بين المساجد هكذا فهذا كرهه العلماء وذموا فعله. والمراد في الجملة المحافظة على صلاة القيام في رمضان. وأما الوصية السادسة
فهي إحياء ليلة القدر. فاحرص على هذه الليلة العظيمة التي هي من أعظم خصائص شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكلنا نعلم فضلها، وكفانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فهو المحروم. فمحروم هذا الذي فاتته ليلة القدر وفاته قيام ليلة القدر، أي الليلة كلها، لا كما يفعل البعض يذهب يصلي بعض الوقت ونحو ذلك وينصرف. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليله كله في الأواخر العشر التماسا لهذه الليلة، ويقول: التمسوها في العشر الأواخر. من منا عباد الله الذي عبد الله عز وجل ألف شهر فهي خير من ألف شهر كما قال الله تعالى. من منا الذي عبد الله عز وجل أكثر من 80 عاما هذا غير موجود تقريبا في البشرية، فهذه الليلة عبادتها أفضل من العمر، لا أن تساوي، إنما هي أفضل من عبادة العمر. وهذه الليلة لها من الفضائل ما تعلمون. وأما الوصية السابعة فهي الحرص على التصدق كل يوم في رمضان، أي أن تحرص على أن تخرج صدقة يوميا في رمضان، لا يفوتك كل يوم أن تتصدق في رمضان. فرمضان هو شهر الصدقة الأعظم، فخير الصدقة صدقة رمضان. يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكثر الناس إخراجا للصدقة، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن احتفاء بالقرآن، يتصدق كثيرا صلى الله عليه وسلم، احتفاء برمضان يتصدق كثيرا. فلا يفوتك كل يوم أن تتصدق في رمضان، ولا تحقرن من الصدقة شيء، ولو كان قليلا تصدق ولو بنصف جنيه، هذه أقل عملة الآن عندنا، تصدق ولو بنصف جنيه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، قد يكون نصف الجنيه هذا هو الذي ينجيك يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أقول اتق النار ولو بنصف جنيه، كل يوم هتتصدق بنصف جنيه، لا تحقره وتقول نصف جنيه، نعم أنت فقير ما تستطيع، تصدق بنصف جنيه وسيربيه الله عز وجل لك في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000، واحد تصدق بدرهم، سبق عند الله من تصدق ب100,000 درهم، وكلاهما محسن، لكن هذا سبق. قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ واحد يتصدق بدرهم جنيه ولا حاجة، واحد 100,000 جنيه ده أفضل. قال: ذاك أن هذا الرجل، أو قال: هذا رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، والآخر له مال كثير، فجاء إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 وتصدق بها. هذا هو الاعتبار، هذا تصدق بنصف ماله، معهوش غير 2 جنيه تصدق بجنيه، معهوش غير 10 جنيه تصدق ب5 جنيه ونحو ذلك، والآخر عنده ملايين تصدق ب100,000 جنيه جزاه الله خير الجزاء. لكن هذا الذي تصدق بجنيه من جنيهين، بخمسة من عشرة، هذا عند الله أعظم. لماذا؟ لأنه تصدق بنصف ماله. فلا تحقرن من الصدقة شيء، واجعلها عادة لك، بل إن استطعت أن تجعلها عادة لأولادك وزوجتك في هذا الشهر، خذوا كل يوم صدقة حطوها في صندوق المسجد، ادوها لحد فقير، فطروا مسكين، فطروا صائم ونحو ذلك، وتعلمون أنتم فضل تفطير الصائمين. أما الوصية الثامنة فهي المكث في المسجد، أكثر من المكث في المسجد في رمضان، هو أمر محبوب محمود في سائر العام، ويزداد تأكدا وتأكيدا في رمضان. كان السلف رضوان الله عليهم إذا صاموا جلسوا في المساجد
وقالوا نحفظ صيامنا. فالمساجد خير ما تحفظ فيه صيامك، فلا مجال فيها لمشاحنة ولا منكر ولا غير ذلك. فاحفظ صومك في رمضان بالإكثار من المكث في المسجد. فالمساجد عباد الله هذا شهرها، فهي تنتظر رمضان أكثر منك ربما، فإن المساجد تفرح بقدوم رمضان. ولم لا عباد الله؟ وهي التي تتجهز وتتزين لاستقبال القائمين والعاكفين والمرتادين إليها ليلا ونهارا. فهي في سائر العام ربما لا تفتح إلا أوقات الصلوات، أما في رمضان فالمساجد تحتفل، فهي مفتوحة طوال اليوم وطوال الليل تستقبل روادها. فهل أنت من المعمرين؟ واعلم أن كل لحظة في المسجد لها أجر وفضل عند الله عظيم. كل لحظة، لما حضرت أحد السلف رضوان الله عليهم، لما حضرته الوفاة وكان في المسجد، فقالوا له هل ننقلك أو هل لا تحولت إلى الفراش؟ فهو أوثر وأوطأ، أي ننقلك من المسجد إلى بيتك وهو في حالة احتضار بيموت؟ فقال لا. ثم قال حدثني فلان عن فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة في مصلاه، وإني أريد أن أموت في مسجدي. ولذلك المكث في المسجد في رمضان يجتمع لك فيه كل هذه الفضائل والخيرات: صيام، قرآن، دعاء، انتظار صلاة وغير ذلك. ومن الوصايا كذلك وهي التاسعة الاعتكاف. اجتهد أن تعتكف في رمضان، فإنه كما أشرنا من قبل إن فاتك أن تتفرغ الشهر فلا يفوتك أن تتفرغ العشر. وإذا أردت أن تشعر بقيمة الاعتكاف فاعتكف العشر في بيت الله عز وجل. وإلا فالاعتكاف كما يعرفه العلماء حبس النفس على طاعة الله تعالى، أنت ستحبس نفسك في بيت الله لأجل شيء واحد هو طاعة الله فقط. ولذلك كان الاعتكاف من أعظم الأسباب في إصلاح القلوب وتهذيب النفوس، وكذلك الفوز بشهر هذا بشهر رمضان، لا سيما في هذه الليلة أو بهذه الليلة العظيمة. ولذلك احرص على الاعتكاف، فالاعتكاف أنت في جدران بيت الله عز وجل، عينك لا ترى إلا المسجد ولا ترى إلا المصلين والصائمين والقائمين، فلا مجال لإطلاق بصر ولا رؤية منكرات ولا منازعات ولا مشاحنات وغير ذلك. فإذا أردت أن تفوز برمضان فعليك بالاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه الوصايا وهي العمرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمرة في رمضان. فالعمرة في رمضان ليست كسائر العمر، إن العمرة في رمضان لها مزية مخصوصة، فإن استطعت ذلك فافعل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. فإذا أردت أن تجعل من رمضان مختوما بكل جمال فعليك بهذه العمرة إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه بعض الوصايا أردت منها أن أنفع نفسي وإخواني. فهل من مشمر؟ هل من قائم معمر؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.